للناس اللي بتعاني من القذف المبكر وسرعة القذف، لو عندك مشكلة في الانتصاب وضعف ارتخاء العضو، لو بتعاني من تضخم البروستاتا، وده بيكون للناس اللي عمرهم فوق ال40 سنة بيكون عندهم مشكلة في البروستاتا بيأثر على الصحة الجنسية، فالفيديو ده ليك. الفيديو وصفة النهاردة بتعالج سرعة القذف وضعف الانتصاب أو ارتخاء العضو، وبيتأخر أو بيطول في زمن الحلاقة، وبتعطيك قوة وفحولة ممتازة جدا. وصفتنا النهاردة من مكونات طبيعية، والسر هو عشبة الخولنجان مع بعض التوابل اللي موجودة في كل بيوتنا. ولأن زكاة العلم تبليغه، وقبل ما أبدأ في شرح الوصفة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك الفيديو مباشرة بمجرد ما ننزل بيه على القناة من غير ما تبحث عننا، وتفعيل زر الجرس زورن يوصل لك تنبيه بمجرد ما نحمل الفيديو على القناة. لما بتعمل لايك او كومنت بتحفزنا وبتكون سبب في ان الفيديو يوصل لناس اكتر، وبالتالي بتكون انت سبب في ان الناس تستفيد. فاعمل لايك وسيب كومنت بذكر بالصلاة على النبي بأي حاجة ممكن تسيبها في الكومنت عشان غيرك يستفيد. ايه هي وصفة النهاردة وايه مكوناتها؟ عبارة عن فص ثوم مبشور، وقطعة من الزنجبيل الأخضر، 7 جرام من عشبة الخولنجان، ومعلقة عسل نحل. عشبة الخولنجان زي ما ظهرت عندنا في الصورة ليها دور قوي جدا في الصحة الجنسية لدى الرجال، بتعالج سرعة القذف وبتعطي فحولة وقوة، وبتعالج كمان ضعف الارتخاء. بالإضافة كمان للزنجبيل مع الثوم، فده بيعمل وصفة متكاملة مفيدة جدا لصحة الرجل. طيب ازاي نحضر الوصفة دي؟ بنبشر فص الثوم كويس جدا بالمبشرة، وبنقطع الزنجبيل زي ترانشات كده بالقشر بتاعه، ونضيف عليهم 7 جرام من عشبة الخولنجان، ونحطهم في كوباية ونضيف عليها المية المغلية، وبعد كده بنسيبها لمدة 10 دقايق ونصفيها، ونضيف عليها معلقة عسل نحل، وبالهنا والشفا. الوصفة دي هتعالج سرعة القذف، هتعالج القذف المبكر، هتحللك مشكلة ضعف الانتصاب او الارتخاء للعضو، وكمان تضخم البروستاتا. السر كله في عشبة الخولنجان، لما بنضيف معاهم الثوم والزنجبيل مع معلقة عسل نحل نقي، فبتكون عملت وصفة متكاملة. وبكده اكون خلصت معاكم فيديو النهاردة ووصفة النهاردة. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، اللايك الجميل عشان تتابع فيديوهاتنا اليومية على